أستاذ السيد الرافع، أنت تتكلم الآن وكأن اليسار أو الوسط حسم الانتخابات. لا، هناك ارتباك في المشهد السياسي في فرنسا. يعني حقيقة هذا الارتباك ربما بعد فترة يعني من الزمن يقترب أكثر اليمين المتطرف. لماذا ترى وتجزم بأن اليمين المتطرف لن يستطيع أن يتقدم أكثر من ما وصل إليه اليوم؟ أستاذي الكريم، أنا أتكلم من منطلق معطيات تقنية، يعني أصوات الناخبين، يعني نتائج الانتخابات. أنا لا أتكلم هنا من منطلق سياسي. من منطلق سياسي نعم، هناك أزمة خانقة الآن، هناك أزمة تعترض تشكيل الحكومة، ويعني البيت أو بيت السلطة، بيت الحكومة، الإدارة السياسية في فرنسا مقدمة على أزمة قد تطول وقد تخلق مشاكل إضافية لماكرون وللطبقة الحاكمة هو في غنى عنها. هذا قولا واحدا. أنا أتكلم هنا من زاوية النتائج التقنية. النتائج التقنية الموجودة أمامنا الآن، هناك يسار في المرتبة الأولى، هناك اليمين الوسط الذي يتزعمه ماكرون في الرتبة الثانية، وهناك اليمين المتطرف في الرتبة الثالثة. أنا أتكلم على ضوء نتائج الانتخابات. نحن كنا نتكلم في الدور الأول باكتساح لليمين المتطرف، انتهت الانتخابات بدوريها ووجدنا اليمين المتطرف في الرتبة الثالثة، فبالتالي لم يحقق ما كان مأمولا منه، لم يواصل على وتيرة طفرة النتائج اللي حصلها في الدور الأول. أنا من خلال هذا أقول أن الفرنسيين أو اليمين الفرنسي المتطرف لا أمل له أبدا في انتخابات قادمة. ربما هذه كانت نتائج الدور الأول تحديدا، لا أتكلم عن نتائج نهائية، نتائج الدور الأول كانت بمثابة فلتة من الزمان قل أن تتكرر لليمين المتطرف في فرنسا. هذا ما أقصده. نعم، وبناء على ذلك وموضوع حلقتنا لهذا اليوم، يعني بغياب أو فشل اليمين من الوصول إلى السلطة، هل المسلمين والمهاجرين في فرنسا بمأمن؟ يعني فقط الخطورة عليهم تكمن من اليمين المتشدد؟ شوف، لابد أن نعرف سياسة فرنسا وذهنية الدولة الفرنسية بعيدا حتى يعني قفزا حتى على ذهنية الأشخاص الذين يقودون فرنسا. نعم. فرنسا لها تراث، فرنسا دولة عريقة، دولة كبيرة، عندها مرتكزات فكرية وإيديولوجية. فرنسا الاستعمارية التي عرفها الناس في الخمسينات وفي الأربعينات وعرفناها نحن وأبائنا أكثر العارفين بها، لم تتغير عندها النزعة الاستعلائية، نزعة السلبي والنهب، نزعة الإبادات الجماعية، نزعة تدمير الأوطان، نزعة هولاكو. هذه لن تتغير لأنها من ثوابت الذهنية الفرنسية الاستعمارية. كل ما هو موجود أمامك الآن هو عبارة عن ماكياج، ويعني في أي مناسبة في أي سانحة قد يزول هذا المكياج وتعود سيرتها الأولى. فنحن إذا لما نتكلم على المهاجر والكيان أو الجسم الإسلامي في فرنسا، نحن الآن نتكلم من زاويتين. صحيح أننا يعني نبدي مخاوفا لكن لها ليست عظيمة، لأنه الذهنية الفرنسية كما قلت لك، ذهنية الاستعلاء والتجبر الفرنسي باقية إلى قيام الساعة، لا أظن أنها يعني تتحلحل. أما مستقبلا فهناك نقطة خطيرة وربما هي التي تحرك نوازع الشر عند اليمين المتطرف، وهي تنامي أعداد المسلمين الفرنسيين. ولن يقول لك هنا المسلمين الفرنسيين، لا أقول لك المسلمين الأجانب، هناك بمن الله وفضله، هناك يعني في عموم أوروبا وفي عموم الغرب كله هناك توافد الكثير من الناس على دين الله. وبالتالي أنا قرأت ربما دراسة سياسية قديمة جدا، يعني قديمة ربما عندها أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة أكيد، تقول هذه تخلص إلى أن عدد المسلمين إذا استمروا يعني بدون مضايقات واستقبال تاع المهاجرين، ضف إلى ذلك موجات النزوح من بلاد العالم الإسلامي المنكوبة،
فبالتالي هو سيبلغ عدد المسلمين في فرنسا عام 2050 50 مليون، وهذا رقم يعني بالنسبة لليمين المتطرف وبالنسبة للمعتنقي الصهيوني، هذا بالنسبة لهم يعني خطر محدق ويعني سيف يسلط على رقابهم. فبالتالي من ناحية أن الدولة والسلطة والنظام الذهنية الفرنسية الرسمية لن تتخلى عن استعلائها وجبروتها وعن تمييزها، هذا وارد، لكن في المقابل هناك ما يخلق ميزان كفة قد ربما السلطات الفرنسية والدولة الفرنسية عندما يعني تكتب قوانينها قد لا تكترث للمسلم الأجنبي حتى وإن كان يحوز وثائق رسمية أو مواطنة إدارية. نعم. لكن لما يتحدث ويعرف أن هذه القوانين قد تسيء أو قد تلحق الأذى سيد بالمواطن الفرنسي اللي هو أب عن جد فرنسي مسلم، فهنا تكون الحسابات مختلفة تماما.